الكل يعلم بالزلزال اللي ضرب المنطقة ب6-2 والأضرار اللي لحقت بمعظم البلدان ومعظم ونحن جزء من هالبلدان. فنحن بقرية الملان تابعة لجزء الشغور يعني كان الضرر كبير قياسا بالقرى المجاورة، فحوالي 90% من البيوت غير قابل للسكن قولا واحدا بوجود مهندسين وخبراء في الأبنية. نرجو من المنظمات الداعمة من المنظمات الإنسانية اللي عم تجوب العالم تنظر بهالناس هاي اللي طلعت من بيوتها. أنا من واحد اللي طلع من بيته في ليلة 6-2-2023، فبالتالي طلعنا بثيابنا والأرض عم تهتز وكذا، ولجأنا إلى المدرسة مركز إيواء مؤقت لأن المدارس على الأبواب بتفتح على أساس اليوم تفتح، ولكن أجدونا شوي فمنا خيم ومراكز إيواء مؤقتة وغير كافية الخيام، منا جرفانات بيوت، المهم أي شيء بالإضافة للتدفئة، بالإضافة لخزانات مي، لهالوقود صواب، يعني في شغلات كتير بتعرف البيت يعني مستلزمات البيت. فمجمل هالأمور هاي مطالبات هالناس اللي بيركي بهالمركز المؤقت وليس دائم. يعني نحن نازحين من الجسر لهون صار لنا 5 سنين بقرية الملن، وجينا لهون والله سبحانه وتعالى أنا طالع من بيتي 7 مرات، ولكن جيت على الملن لهون وبركت وصار الزلزال هاد، ولكن شالونا زتونا بالمدرسة وهلا أعطونا خيمة وبركنا هون. الله سبحانه وتعالى بعث لنا زلمة تعبروا هون وبركنا بالبستان عنده، والحمد لله على طاب رضا. يعني ما طالع بيتنا وين بدنا نروح بحالنا ما بنعرف.